السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناة أم سماه. اليوم جبتكم وجبة غذائية متكاملة، خليكم معايا إلى آخر الفيديو كيفاش نوجدها معاكم. لتحضير هذا الغداء المتكامل كنحتاجو، أنا خديت واحد الطرف ديال السومون سلمون، قطعة ديال السلمون، غنرافقها بالبروكولي وب الشيفلور القرنبيط وبالبطاطس اللي غسلناها وخليناها بالقشره ديالها. ونحتاجو الكريم، ها هي كريم سائله، الى ليمونه، الى فلفل اسود وملح والاعشاب المنسمه. اختاروا اللي بغيتوه نتوما من الاعشاب المنسمه. انا كنستعمل نازير وكنستعمل زعيطره، هادوم اللي غنستعمل مع الوصفه ديال اليوم المتكامله، الغداء المتكامل ديال اليوم ان شاء الله. خليكم معايا، تابعوا الفيديو الى الاخر باش تشوفوا طريقه وطريقه التقديم ان شاء الله، طريقه العام. ولتحضير هذا الغداء المتكامل انا خديت واحد قطعة ديال السلمون واللي غنرافقها بالبروكولي وبالقرنبيط شيفلور والبطاطس اللي خليتها بالقشرة ديالها وغسلتها وبالأعشاب المنسمة. أنا كنستعمل الزعيطرة وكنستعمل يزير. وغناخد محتاجة الكريم هذا كيكون سائل، ومحتاجة ليمونة حامضة والفلفل الأسود وملح. وتابعوني إلى آخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة وطريقة التقديم إن شاء الله. والآن غندوزو للطريقة. كناخدو اللاطة ديالنا، هاهي كنفرشو فيها واحد الورق ألمنيوم كفراش، ومن بعد كناخدو ورق ديال الطهي كنشدو بهاد الطريقة، كنديرو هكدا كيولي عندنا لين. ومن بعد كنفرشو في السمك ديالنا بهذه الطريقة. ومن بعد كناخدو داك السومو داك السمك وكنحطوه عندنا في اللاطة، وكناخدو الأعشاب المنسمة اللي قلنا حنا. أنا غناخد الوزير ونبقى كنتبكو في السمك الداخل، حتى كن من بعد كناخد واحد شويه ديال الزعيطره اللي كنحكها بين يديا وكنرشها على السمك بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد خدينا الكريم، خدينا تقريبا واحد جوج معالق ديال الكريم صغار، وغنضيفو عليهم شويه ديال العصير ديال الليمون. ومن بعد كنضيفو شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ها، وكنضيفو الملح. الملح ما تكروش، نديرو يلا واحد الشيشه صافي. وكنحركوا هاد الصوص هاد لي نذوقوا هذاك في الملح مزيان، يعني شويه ديال الليمون لان ما جاتش النكهه ديال الليمون كما كتشوفوا. وكنضيفو على السمك من الفوق، كنغطيو السمك كله بهذيك ديك لاصوص اللي غادي يطيب فيها. كنسكر
نطيحو على السمكة السمك كله بهذه الطريقة. وكناخدو واحد قطرات ديال الزيت، زيت الزيتون، كنضيفوهم في الجناب ديال السمك ماشي فوق السمك. وحنا كملنا شفتو الزيتون بهذه الطريقة كيتغطى السمك كيف ما كتشوفوا طريقة هكذا. ومن بعد كنغطيه عليه بالورق ديال صحيح وكنسدو عليه مزيان وكنغطيو عليه بورق الالومنيوم باش تحبس ديك الحرارة وتخليه يطيب يعني في فترة وجيزة. وكنكون انا وجدت الفرن من قبل سخنتو وغنحط السمك ديالي في الفرن ان شاء الله. دابا خليكم معايا حتى تشوفوا الخضر اللي غترافقوا ان شاء الله. الان غنمروا للتبخار اللي غنبخروا الخضر اللي غترافق السومون السلمون. خديت الماشين ديال الاله ديال التبخار اللي كتبخر الخضر، لان الخضر اللي تبخرت كتحتفظ بديك الفيتامينات ديالها وكتحتفظ حتى باللون ديالها. غندير البطاطس هي الاولى لان كتاخذ شويه الوقت كيف ما كتشوفوا هي الاولى. ومن بعد ندير الطبقه الثانيه غنحط القرنبيط او الشيفلور كما كنقولوا حنا. والبروكولي نخليهم يتبخروا وياخذوا وقتهم، ما غندير لهم لا ملح لا والو لان غنطرافقكم واحد لاصوص في الاخر ان شاء الله غنوجدها معاكم. نسدو عليهم ونخليهم كيطيبوا تقريبا كياخذوا واحد ربع ساعه ديال التبخار، ومن بعد نرجع معكم ونشوفوا التقديم ان شاء الله. وباش نحضروا لاصوص اللي غترافق الخضر كناخذوا واحد شويه ديال المعدنوس بقدونس وكنضيفوا عليه نفس الكريم اللي استعملنا للسمك، كنضيفوا واحد تقريبا واحد جوج معالق ثاني جوج معالق هكا. ومن بعد كنضيفوا عليه الليمون عصير الليمون كيعطي واحد النكهه زوينه للخضر. بما ان الخضر ما درناش فيها الملح غندير شويه ديال الملح ان شاء الله. واحد الخضر الكافي كنحركوها. وهذا الصوص ديالنا واجده شفتوها. ها انتو كيف ما كتشوفوا ها السمك ديالنا صافي طاب. كياخد معنا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة فقط لأن السلمون إلا طيبناه بزاف كيولي قاصح في الأكل. هادشي خصو 10 دقائق، أنا عطيتو 15 دقيقة لأن هذا القطعة ديال السلمون شوية غليظة، هادشي عطيتو 15 دقيقة، مي إلا كانت القطعة غير رقيقة تاخد غير 10 دقائق باش كيبقى طري. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وهذا الطبق ديالنا ديال اليوم ها هو توجد. ها السومو ها هو طاب، خدا كما قلت لكم خدا لي 15 دقيقه لان هذا السلمون عندي كان شويه غليظ في الحجم. وهاي البطاطس نقيناها ودرناها شرائح طويله مع البروكولي مع القرنبيط ومع خبيز ديال الدار هو ديال القمح ومع زويتنات مصوبين في الدار حتى هما. واللاصوص اللي غترافق الخضر درت فيها جوج ديال المعالق ديال لاكريم اللي شفتو معايا قبيله، نزلت فيها شويه ديال البقدونس المعدنوس وشويه ديال الملحه وشويه ديال وعصر ديال الليمون. وها هي باش نرافقوا بها الخضر، كتجي روعه. مع كويس ديال الباباي فوالا. ها الغداء المتكامل للصحة كيحتوي على السمك وعلى الخضر وعلى الفواكه. ولا عجبكم الفيديو ساندوني بالتعليقات ديالكم بالاشتراكات ديالكم وبالإعجاب وتفعيل الجرس، وجزاكم الله بالخير. وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.